Hello guys, j'espère que vous allez bien. Amour comme hani kouchi mzien kouchi ala khir kouchi bkhir. Donc je retourne la khaja men douche ou bغيت نبارطاجي معاكم واحد لو تروك لي بزاف لي كيسولوني عليه اللي هو كيفاش كتراسي في البنك. دونك هاد السؤال ما نعرفش ليكم شحال كيتطرح ليا انستغرام في يوتيوب يعني في تيك توك في جميع مواقع التواصل ديالي انايا كيدخلوا كيخليوا ليا صفاء كيفاش كتكادي حجبانك علما ان الحجبان ديالي انا كاين اللي كيظنهم انهم خاويين يعني ما كاينينش ماشي هكاك راهم كاينين غير هو انا كنقاد لهم واحد لا فورم يعني كنزيد نبينهم كنزيد نبرزهم اكثر. دونك البنات اللي باغيين يشوفوا الطريقه اللي كنصايبها انا ولي برودوي اللي كنستخدم شنو تقدروا تعوضوا هادي بهادي الى اخره. دونك خليكم معايا في الفيديو وما تمشيو حتى بلاصه. دونك اول حاجه بغيت غير نوريكم انا الحجبان ديالي الاصليين كيفاش دايرين هما هادو. دونك هادو الطبيعيين ما مطرازين ما حتى شي حاجه. دونك هادو هما الطبيعيين الحجباني انا طبيعيين راه ماشي خاويين وهنا راه ما ضربه ما والو راه غير الشعر ما غاديش هكا باش نزيد نوريكم الشعر ما مقادش وصافي ما خاويين ما حتى شي حاجه. هاد بزاف اللي كان كيحسبهم انا حجباني خاوي. دونك فوالا اوكي البنات. دونك الماسك اللي غادي نبارطاجي معاكم دابا هو هذا الماسك الازرق. هذا كنديرو صراحه بزاف ووقيت عليه نتيجه زوينه اللي هو الماسك ديال النيله. دونك هنا كاينه النيله الصحراويه اللي عباره عن واحد الماده ما عرفتش انا بالضبط زعما يعني كتجي بحال غبره زرقاء وغبره زرقاء وكتخلطيها مع مواد مع الخزامه اللي كيعجبك نتيا. فبالنسبه لي انا كنخلطهم مع مواد وما خزامه والماد الروز كنخلطهم مزيان 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 مع داك الماسك وكنزيد عليهم الطين الابيض وكان ابليكيهم في البشره ديالي صراحه زوين سورتو باش كتكوني عاد خارجه من الحمام. شوف زوين 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 بزاف البنات. دونك هانتوما غادي نقادو في البشره ديالي مزيان هكا بالنسبه لي كيقول لي شحال كتخليها بالوقت. انا الماسك ما عنديش فيه الوقت عندي كنبقى نشوف يعني كنشوف الماسك شحال واش نشف ولا لا. دونك صافي اون فوا كينشف الماسك مزيان مزيان صافي خصك تحيديه ما كتخليه حتى كيكرم لك. دونك انا هنا ما كنبغيش نطلع الماسك من هاد الشعيره عندي هاد الخلفه بزاف انايا ما باغاش نحاديها بالماسك. املأي الفراغ عزيزتي. كاينين البنات اللي كيبغيو يديروا الماسك حتى في عمقهم هكا انا ما كتعجبنيش. طب شخبط شخبط لخبط لخبط صافي غنجي نغسل اليديدات ديالي وصافي. هذا هو الماسك اللي كندير كما قلت لكم نيله غبره وكتزيدي عليها تقدري تلقاي عند العطار انا ما عارفاش بالضبط النيله الصحراويه كتزيدي عليها الماد الروز او الماء ورد او الماء الخزامه ومن الاحسن يكون هي مع ورد وكتخلطيها اولا كتخلطيها بدانون السوس اولا اللي عندك انت. انا استعلي الطين الابيض وخلطتها مع ماء ورد وماء روز وماء خزامه خلطتهم سمحوا لي خلطتهم مزيان وابليكيتهم على البشره ديالي حيت بزاف منكم اللي كيبقاو يقولوا لي صفاء شنو لي ماسك اللي كديري سكين كير ديالك شنو هو هادي هادي هادي. فصافي هذا ما كان الغزاله ديالنا نخليوه على ما يشوف ونغسل وجهي ونرجع باش نبارطاجي معكم الحجبان. سو كبيدات من بعد ما ساليت الماسك هانتوما شوفوا كيعطي واحد ليكليراج زوين درت البينيتانت في شنيفات ديالي شويه في حنيكاتي وشويه هنا وهنا وهنا. دونك دابا غادي نبارطاجي معكم لي تروك اللي تقدري تستخدميهم في الحجبان ديالك. اول حاجه انا كنستخدم هذا الكريون هذا ديال مينيسو هانتوما ها هو كي داير قلم ديال مينيسو فيه هذا وفيه هذا
هذا البانسو بحال هكا اللي كدمجي به البرودوي. دونك بالنسبه لهذا الكريون هذا فيه جوج الالوان، فيه اللون المفتوح راه ديجا كنشاريه انايا ما عرفتش فين راه بالضبط، وقيلا هو هذا. اي هذا اللون المفتوح، دونك كنت شاريه لايت براون والدارك براون. هذا لا ريفيرونس لايت براون وهذا دارك براون. بالنسبه للبنات اللي ملامح ديالهم تكونوا شويه غامقين فخصك تستخدمي المارون مغلوق، واللي تكون زعره الى اخره هذا. كاينين جوج، كاين هذا وكاين هذا، فانا كنستخدم هذا في الوقيته اللي كان فيها الحاجه الصحي وكنسال ليا الكريون ديالي. كنت كنستخدم هذه الباليت هذه ديال جاكلين هذه الجمعه فيني كنستخدمها، وكنت كنستخدم هذا اللون هذا. كنت كنعمر بهذا اللون، كنعمر الفراغات وصافي، صراحه زوين بزاف. فبالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الامكانيات باش يشريو قلم ولا شي حاجه، خذوا غير شي طابلو عندكم فيه اللون مارون وخدموا به كاين ايضا داك خيون اللي تكونوا بحال هكا اللي كيطلعوا هكذا. انا هادو ما كيعجبونيش الصراحه، ها هو راه عندي هذا وما كنخدمش به، ما كيعجبونيش. هانتوما كيكونوا دايرين بحال كيكونوا هكا مايلين، انا هادو ما جيم با، وكتكون فيهم هاد اللعبه هادي. كاينين عاوتاني العكس، كاين الناس كيعجبوهم هادو وكاين اللي كيخدموا بهاد لاجيل. هادو هاد لاجيل كنت كنخدم بهم بشحال هادي، انا كنخدم بهاد لاجيل الحجبان ديالي. دونك هاد لاجيل هادو كنخدم بهم الا جات عندي شي كليون ولا شي حاجه كتبغي تخدم الحواجب ديالها ولا، كنخدمهم ليها بهاد لاجيل باش كيبقاو لها لمده طويله. هذا مكان. وبخصوص هذا القلم هذا راه واتر بروف، يعني واخا كتغسلي وجهك واخا كتعرقي واخا شنو ما كان كيبقى لك. كاين في مينيسو ب 25 درهم. دونك دابا دوزوا معايا باش نوريكم الطريقه اللي كنصايد بها انا الحواجب ديالي. سو دابا المطلوب منكم انكم تركزوا معايا وشوفوا الحواجب مزيان، عقلوا عليهم. اهم حاجه الحجبان ديالكم ما يكونوش فيهم الماء، ما يكونوش مزيتين، ما يكونوا حتى شي حاجه، ما يكونوش مزيتين. ولا كنتو من النوع اللي كيتزيت لكم الحجبان ديالكم، ديروا قبل ما تراسيوهم اشنو سميتها اون بودغ، كتكون واحد لا بودغ اللي كتحطوها بودغ اللي بغا اولا بودغ عاديه عندكم في الدار، حطيها فوق الحواجب ديالك، لان الحجبان دايرين بحال الشعر تماما بحال الشعر، فما يمكنش تراسي وداكشي عندك مزيت، فهمتوا؟ دونك فوالا تاكدي مزيان انا ما عندك والو. خذي القلم يكون بحال هكا من جور بوانتو، وغادي تجي لهنا لهاد النقطه، جبدي الحاجب ديالك هكا اجي لهاد النقطه فهمتوا، وجري. شفتوا دونك هي بالخفيف كنجر، هانتوما شوفوا هذا كيفاش تحدد وشوفوا هذا، عاوتاني كنجي للفوق وكنحدد بنفس الطريقه. فاش كنطلع للفوق ما كنحددش من البدايه، كنجي من وسط الحاجب وكنلاقيهم بالضبط هكا. دونك هانتوما شفتوا هذه هي اسهل طريقه تقدري تصوبي بها الحواجب ديالك. سو كديري كما قلت لكم هكا، كتحددي من التحت وكتولي تحددي من الفوق فقط. من بعد كيبقى لك الدور ديال انك، دونك هذا الخط ما خصوش يجي باين بزاف، كيبقى لك الدور ديال انك تملئي الفراغ، يعني تعمري الفراغ ديال هاد البلايص هذا، وكتبقاي تعمري غير بشويه، ما تبركيش على القلم نهائيا. دونك عمري غير بشويه حتى كتقاد كيتقاد لك الحاجب كامل. من بعد كتاخدي هذه وغادي تبداي تقادي غير بشوية حتى كيتدمج الحاجب كامل.
المهم الغزاله ديالي هادي من بعد ما كيتصوبوا لنا الحجبان ديالنا كيجيو بحال هكا. دابا غادي ندوز وغادي ناخذ بانسو اللي كيكون بحال هكا هادي بانسو هكا وغادي نمشط به الحواجب ديالي. بغيتو تفيكسيوهم بالفيكساتور ديال الحجبان فيكسيوهم، بغيتو تفيكسيوهم اللي ما عندهاش فيكساتور كدير غير شويه ديال الماء في البانسو وكتمسحي بصابونه ترونسبارونت وكتقادي حجبانك. انا ما كنديرش هاد ليطاب هادي لان حجباني كيبقاو كيما هما النهار كامل يعني ما كيتزعجوش. دونك دابا غادي ندوز ليطاب وغادي ندير الكونسيلر الحواجب ديالي. علاش كيصلح هاد الكونسيلر؟ كيصلح باش كتنقي الحواجب ديالك كيبانو بحال الله منتوفين. خليكم معايا. اوكي البنات، دونك بالنسبه للكونسيلر غادي نستخدم هذا ديال ميكاب ريفولوشن. ها هو فوالا، دونك هذه ديال باليت كنستخدم انايا، كنستخدم هذا اللون هذا للكونسيلر. دونك حاجه واحده اخرى اللي بغيت نقول لكم، هذا هو البانسو اللي كندير. هانتوما شوفوا كيفاش داير، هذا هو البانسو اللي كندير. الطريقه اللي غادي ندير، غادي ناخذ شويه ديال لا ماتيير كنقص منها هنايا شو هادشي كامل طاح ليا. المهم كنقص منها تما وغادي نجي تحت الحاجب هنا وكندير خط كنقي لا فورم ديال الحاجب هكا. شتو دونك بحال هكا، شوفوا الفرق ما بين هاد الحاجب وما بين هذا. هكا كنخدم الحواجب ديالي. خليكم معايا باش نكملوا الطريقه كامله. نكمل لكم هذا الحجب، هذا كنجي لهنا وكنجر هكا بالضبط وكناخذ شي شويه ديال الماتيير وكندير هكا. دونك من بعد كندمجوه، اكيد ما غاديش تخليوه بحال هكا، غادي تدمجوه. شوفوا الحجب كي كيبان هذا نقي، شوفوا هذا كيبان عادي. دونك هكا صافي، هذا ما كان. نديرو هاد ليطاب هادي في الحاجب هذا ونرجع ليكم. ومن بعد البنات كناخد بيوتي بلاندر اللي هي هكا صغيرة أو تقدري تبلاندي بشي بانسو وكنبقى بحال غير كنطابوطي على داك الكونسيلر. ماشي كتمسحيه كاع في مرة، مي غير بحال كتطابوطي عليه وصافي. غير كتابوطي على داك الكونسيلر ماشي كتمسحيه كاع في مره بالضبط هكا. من بعد الخطوه اللي كندير اخيره انا هي كندير شويه ديال لابودغ في الحجبان ديالي. كناخذ البانسو هكا وكنطابوطيها فوق الحواجب، كنطابوطي ديك لابودغ من فوق من الحجبان. وصافي هادشي اللي كندير بالنسبه للحواجب ديالي. سو جايز، وصلنا لافان ديال لا فيديو. دونك هادي هي الطريقه اللي كندير انا باش كنصايب بها الحواجب ديالي. طريقه سهله جدا وبزاف منكم اللي كيطلبوها، بزاف منكم اللي كتعجبهم الطريقه هادي. سو اي وحده جربتها تخليها لي في لي كومونتير. اي وحده عندها شي برودوي ديال الحجبه لي زوين تخلي لي في لي كومونتير نجربو حتى انايا. وهذا ما كان اللي تفرجت في الفيديو، ما تنساش انا كيتبارطاجي لا فيديو في انستغرام وطاقي السميه ديالي ديال انستغرام باش ملي نحطك عندي في لي ستوري اللي هي صفاء بيوتي اوفيسيال. دونك صافي هذا ما كان، ما بغيتش نطول عليكم في هذا لا فيديو باش تجيكم طريقه سهله وتعرفوا نتوما ديروها وزوينه صراحه بزاف كتصوفي. لان بعض المرات راه الحواجب هي اللي كتغير لك الشوفه في الوجه. راكم شفتوا في الاول فاش ما كانتش مصايبه ودابا فاش مصايبه، يعني الحجبان كيبدلوا لك الشوفه في الوجه. تقدري دابا تخرجي هكا لا ماكياج لا والو عادي، ديري غير هكا كرخفيف او لا نسيت اصلا كاينه الكمامه وتخرجي هانيه مهنيه راسك كتقدي غير حجبانك تو سامبلومون. هذا ما كان. دونك نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.